السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في قناة بويا لايف. اليوم جايبين لكم مواعيد وتفاصيل ومباريات المنتخب التونسي الشقيق ضد نظيره جزر القمر في الجولة الثالثة من تصفيات كأس الأمم إفريقيا 2025. أولا قبل ما نبدأ صلوا على النبي محمد عليه الصلاة والسلام، تنساوش تديروا لايك الفيديو وتشاركوا في القناة الأصدقاء ديالكم باش نبقاو نقدموا لكم جديد. المنتخب التونسي كيدخل مباراته هو في صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط من مباراتين، وغيسعى يحقق الفوز الثالث ليضمن صدارته للمجموعة. أما منتخب جزر القمر فهو في المركز الثاني برصيد نقطتين، وغيسعى يحقق نتيجة إيجابية. مباراة غادي تكون يوم الجمعة 11 أكتوبر 2024 على الساعة 8 مساء بتوقيت تونس، الجزائر والمغرب، 10 مساء بتوقيت مصر، السعودية والعراق. بالنسبة للقنوات الناقلة غادي تقدروا تتابعوا المباراة على قناة اون تايم سبورت 1. ما تنساوش دعمونا بلايك وشاركوا في الفيديو مع الأصدقاء ديالكم، أيضا شاركوا في قناة بويا لايف باش نبقاو مواكبين معكم الجديد حول مباريات المنتخبات الإفريقية والعالمية أيضا.